من مسقط رأسه بولاية ورقل التي أرادها أن تكون خاتمة لحملات الانتخابية، التزم المترشح عبد القادر بن قرينة بتجسيد كل التعهدات التي قطعها أمام الشعب الجزائري، مؤكدا أنه خادمه بكل شرائحه دون تمييز. عبد القادر بن قرينة هو من هو مرشح من الصحراء والهضاب العليا، ولكنه عندما يكون رئيس ليس رئيس على الصحراء أو الهضاب العليا، هو رئيس خادم للشعب الجزائري بكل أشكاله. هو رئيس خادم للأمة الجزائرية من تيزي وزو إلى تمنراس ومن تلمسان إلى تبسة. مرشح حزب حركة البناء الوطني رفع من أجل دمج الجالية الجزائرية في المهجر لقطع الطريق على كل المتربصين من الدول الأجنبية. سوف أسعى لدمج جاليتنا في المهجر في نسيجها المجتمعي، تربية، دعم، وقوف إلى جنبها، استثمار، ربط علاقة بينها وبين الوطن حتى لا تكون فريسة لأي دولة أجنبية. بن قرينة جدد عزمه على تمتين الوحدة الوطنية مع الالتحام مع المؤسسة العسكرية وإصلاح ما أفسدته العصابة على حد تعبيره.